كل سنة وانتم طيبين، وأهلا بيكم في البلوك الجديد سيل بيولوجي بلوك، اللي هتدرسه من خلال قسمين، قسم البيوكيمستري وقسم الفسيولوجي. هندرس بيولوجيا الخلية، هنعرف إيه هي المواد الأساسية الموجودة في جسمنا، سواء السكريات أو اللي هي الكربوهيدرات أو البروتينز أو الدهون، اللي هو الليبيد. العامل المايك يعملوا ميوت لو سمحتوا. طيب ماشي اوكي كده صح. وهندرس برضو التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والليبيد والبروتينز، هنتعرف على الانزيمات اللي في جسمك وتشتغل ازاي، والفيتامينز واهميتها في الجسم ايه، ولو حصل نقص يحصل ايه اعراض النقص بتاعت الفيتامينز دي. هنعرف برضو الملوكولار بيولوجي اللي انتوا اخدتوا منه نبذة عنه في الاحياء بتاع الثانوية العامة، الدي ان ايه والار ان ايه. هنعرف برضو بعض كده الحاجات البسيطة عن مثلا لو اثناء الواحد لو في ستارفيشن او ما اكلش، ايه جسمه ازاي بيبدأ يعمل تفاعلات كيميائية بحيث يعوضه وما يحصلوش هبوط لغاية اخر لحظة يبدأ يقاوم معاه. الكلام ده كله هنعرفه في السيل بيولوجي. مبدئيا احنا يا جماعة اسبوعنا بيبدأ ان شاء الله النهاردة الثلاث، ثلاث اربع خميس سبت حد، وينتهي الاثنين القادم. ده الاسبوع بتاع كل بلوك. المفروض انا بلغت الليدر بتاعكم، بس بأكد عليكم تاني، الامتحان الفورماتيف هيبقى اسبوعيا لكل الدفعة. مش محتاج حد يتكلم لو سمحتوا، لو حد عايز يتكلم يكتب على الشات او يرفع ايده واسمح له انه يتكلم لو انا اوكي، لكن ما حدش يفتح المايك عشان بس يعني يبقى في سلاسة في الشرح يعني والامور تمشي كويس. المفروض ان الفورماتيف بتاعكم هيبقى انتوا نصين، النص الاول هيمتحن يوم الاثنين، هيشمل محاضرات الثلاث والسبت والاحد. نفس المحاضرات دي هتمتحنوا عليها فورماتيف للنص الثاني من الدفعة يوم الخميس من 12 لواحدة في المدرج. بس هيجي الاسبوع اللي بعده هتمتحنوا على محاضرات بقى الاثنين ثلاث سبت حد، اثنين ثلاث سبت حد، اثنين ثلاث سبت حد، لغايه تقريبا اخر اسبوع في الغالب مش هيبقى فيه فورماتيف، لان هتلقى فيه نص الدفعه ممكن تمتحن بس اوريدي مش مثلا سي يوم الاثنين، بس مش هينفع اجيب الدفعه مخصوص يوم الخميس وما اوريدي خلصوا البلوك، ففي الغالب اخر اسبوع ما فيهوش فورماتيف اسسمنت. تمام، معنى كده ان انت حضرتك عليك فورماتيف اسسمنت بدايه من يوم الاثنين القادم، هيشمل محاضرات ايه؟ محاضرات بالنسبه للبايوكيمستري، محاضرات الثلاث والسبت والاحد. محاضرات يوم الاثنين مش داخله لانك انت هتكون لسه ما خدتهاش. طب بالنسبه للي هيمتحنوا الخميس نفس الكونتنت؟ نفس الكونتنت، مش هنزود عليهم حاجه. طيب سؤال تاني، طب بالنسبه للفسيولوجي، هو الامتحان هيبقى بايو فسيولوجي، المحتوى اللي هتمتحن عليه في الفسيولوجي ده يقوله لكم دكتور الفسيولوجي اللي هيشرح لكم محاضرات الفسيولوجي، انا ما اقدرش احكم فيه، بس الامتحان هيبقى شامل على الاقل 6 نقاط بايوكيمستري و4 نقاط فسيولوجي، او 8 نقاط بايوكيمستري ونقطتين فسيولوجي كام سي كيو، 10 نقاط. تمام، اتمنى كده يكون احنا خلاص استقرينا على السيستم اللي هنمشي عليه. انا معاكم واحده واحده، المفروض لينا سنتين مش بننزل كتب، وللاسف مع استبيانات الجوده كل زمايلكم اللي كانوا قبل كده طلبوا بان عايزين هاند اوتس او مش كتب، يعني عايزين كده الحاجه جايد لينا، لان احنا محتارين وبنطبع المحاضرات وبتكلفنا اكتر بكتير من الكتاب نفسه، وكل سلايدتين في ورقه، وساعات بنستعين بورقه قديمه نلقى الكلام مختلف. فاستجابة يعني للفيدباك بتاعت زمايلكم اللي قبل كده اللي هم يعني طلبوا ألحوا كتير، يعني انتوا دي السنة الثالثة وطبق فيها النظام 5-2، ما كانش فيه هاند اوتس بتطلع بالنسبة على الأقل بالنسبة للبايو كيميكال، بس علشان هم زمايلكم أصروا وكده عايزين حاجة جايد ليهم بيحتاروا، فاحنا عملنا الهاند اوت دي ونزلناها.
نبدأ إن شاء الله دلوقتي بالمحاضرة الأولى اللي هي عن الكربوهيدرات كيمستري. يا جماعة يعني لو سامعيني كويس، لو سمحتوا اعملوا ان ميوت، سوري اعملوا ميوت للمايك بتاعكم، اعملوا ميوت للمايك، اعملوا ميوت للمايك. المفروض انكم انتوا كبار وانكم انتوا مش اول مرة تبقوا على محاضرات الاونلاين، انتوا اللي هتتشوشروا مش هتستفيدوا. طيب يعني اتمنى يا جماعه، اتمنى اللي هيحضر المحاضره خلاص يرمي اي حاجه ممكن يعملها ويركز ويعمل ميوت للمايك. انا مش هنبه تاني على القصه دي لو سمحتوا، ماشي؟ طيب احنا بنتكلم ادينا اهو كويس اهو بالراحه. طيب احنا هنتكلم على الكربوهيدرات كيمستري، عايزين نشوف الكيمياء بتاعت السكريات الاول. يعني ايه كربوهيدرات واحنا بندرسها ليه اصلا، وايه الاكزامبل بتاعت الكربوهيدرات؟ ده اللي هنتعرف عليها في المحاضره ديت او في المحاضرتين دول. نبدا بالديفينيشن، تعريف الكربوهيدرات دي عباره عن ايه كستراكشر او ككيمياء، يعني عباره عن بولي هيدروكسي الدهايد او كيتونز. يعني ايه بولي هيدروكسي؟ يعني فيها مالتيبل بولي يعني متعدد، وهيدروكسي اللي هو او اتش جروب، فيها مالتيبل او اتش ويبقى فيها المجموعه الكيميائيه الفعاله، ممكن تكون الدهايد جروب اللي هو سي اتش او، وممكن تكون كيتون جروب اللي هي سي دبل بوند او. والجنرال فورمولا سي اتش 2 او فيها ذرات كربون وفيها هيدروجين واكسجين، لكن الهيدروجين والاكسجين الموجودين في الكربوهيدرات دايما بيبقى زي وجودهم في الميه 2 لـ1. طيب انا بدرس ليه الكربوهيدرات؟ اهميتها ايه؟ هي المين سورس اوف انرجي، مصدر مهم جدا للطاقه. الجسم بيميل لحرق السكريات الاول، وان كانت الطاقه الناتجه عن السكريات اقل من الدهون، لكن لا اسهل بالنسبه له انه يحرق السكريات. ليها ستراكشرال وبروتكتيف رول، دور تركيبي ودور وقائي، وكمان مهمه ان هي الكربوهيدرات دي اكت از ميديتور او زي وسائط كده، بحيث تخلي الخليه تتفاعل مع الخليه اللي جنبها، سيل تو سيل انتر اكشن. تمام. طيب دول الثلاث وظائف المهمين للكربوهيدرات. احنا بتوع الكيمياء بنحب نعمل كلاسيفيكيشن، نقسم كل شيء، نقسم الحاجه لكذا حاجه. فقسمنا السكريات اول تقسيمه قلنا على حسب عدد السكرايد يونت اللي موجوده في السكر ده. لو هو وحده سكر واحده فبسميه مونو سكرايد، حيث مونو دي باللاتيني معناها احادي، وسكرايد لها وحده سكر، وبالتالي ما اقدرش احللها بعد كده لاي حاجه ثانيه. ما هي وحده سكر واحده، هحللها لايه ثاني؟ فدي المونو سكرايد بتتكون من سنجل سكرايد يونت. اما الاوليجو سكرايد فدي فيها من 2 ل 10 مونو سكرايد يونت مرتبطين ببعض برابطه جلايكوزيديه. المفروض لو كسرت الرابطه ديت اقدر احصل على مونو سكرايد اون هيدروليسيس لما اعمل تحليل او تحلل الاوليجو سكرايد دي. بس الاوليجو سكرايد اللي هي من 2 ل 10 ممكن يبقى فيها 2 بس مونو سكرايد، فسميها داي سكرايد، سكريات ثنائيه. ممكن يبقى فيها 3 بس مونو سكرايد ماسكين برابطه جلايكوزيديه، فسميها تراي سكرايد. ممكن يبقى فيها 4 يبقى تترا سكرايد، لغايه رقم 10. احنا في مجموعه الاولجو سكرايد هندرس الداي سكرايد فقط كاكزامبل على الاولجو سكرايد، وهندرس طبعا مونو سكرايد كلها. اخر مجموعه اللي هي السكريات المتعدده او البولي سكرايد، ودي فيها اكتر من 10 مونو سكرايد يونت مرتبطين برابطه جلايكوزيديه، ولما كسرها اون هيدروسيس تدينا مونو سكرايد. نبدا بمجموعه المونو سكرايد يا جماعه. المونو سكرايد ديت قسموها برضو مرتين، مره على حسب عدد ذرات الكربون المكونه ليها الى 5 مجموعات اساسيه. لو هي من المونو سكرايد ده او السكر الاحادي ده فيه 2 كربون اتوم بس اسميه بايوزيس، باي يعني 2. لو فيه 3 كربون اتوم اسميه ترايوزيس، تراي يعني 3. لو 4 كربون اتوم اسميه تتروزيس، تترا يعني 4. ولو 5 كربون اتوم اسميه بنتوزيس، بنتا يعني 5 باللاتيني. ولو فيه 6 كربون اتوم اسميه هكسوزيس او السكريات السداسيه، عشان هكسا معناها 6 كربون اتوم. وبعد كده رجعوا قسموا كل جروب من الفايف جروبس دي على حسب الفانكشنال كيميكال جروب او المجموعه الكيميائيه الفعاله. لو كانت هي الدهايد جروب اسميها الدوزس او الدو شوجر، لكن لو كانت كيتو جروب كيتون جروب اسميها كيتوزس او كيتو شوجر. احنا من الفايف جروبس دي من المونوساكرايد يهمنا تو جروبس بس، هناخد نبذه عنهم بسيطه. السكريات الخماسيه اللي هي البنتوزس اللي بتتكون من 5 كربون اتوم،
والسكريات السداسيه اللي هي الهكسوزس تتكون من 6 كربون اتوم. نيجي البنتوزس، يهمني اعرف ايه الاكزامبل، لو هي فيها الالدهايد جروب كفانكشنال كيميكال جروب بسميها الدو بنتوزس، ودي بتشمل الريبوز، فاكرين بتاع الدي ان ايه بتاع الار ان ايه، ريبو نيوكليك اسيد، الريبوز والارابينوز والزيلوز. طيب ولو كان فيها كيتون جروب اسميها ايه؟ اسميها كيتو بنتوزس. زي مين؟ زي الريبيولوز والزيلوليولوز. هو كل الحكايه انا ضفت يو ال على الكلمه نفسها. طيب ايه اهميه البنتوزس؟ طيب بعد ما شفنا اكزامبل البنتوزس وبرجع اقول لكم تعريف البنتوزس ايه، اللي هو عباره عن مونوساكرايد فيها 5 كربون اتوم. طيب تعريف اهميه البنتوزس او وظائفها ايه؟ يهمنا مثلا زي الريبوز كاكزامبل على البنتوزس، ده مهم لانه بيدخل في تركيب الاحماض النوويه الدي ان اي والار ان اي، مهم لانه بيدخل في تركيب الهاي انرجي كومباوند زي الاي تي بي والجي تي بي، مهم لانه بيدخل في تركيب الكو انزيمز المختلفه زي الناد والناد بي والفاد والاف ام ان. مش كده وبس، البنتوزس دي مركبات وسيطه بتتكون اثناء الميتابوليك باسويز بتاعه اكسده الجلوكوز. زي ايه الميتابوليك باسويز ده؟ زي تو باسويز كده بيحصلوا في اثناء اكسده الجلوكوز في الجسم، باسوي اسمه بنتوز فوسفيت باسوي او بنتوز فوسفيت شنط، وباسوي تاني اسمه يورونيك اسيد باسوي. اخر اهميه للبنتوزس انها بتدخل في تكوين مركبات هامه في الجسم اسمها جلايكوبروتينز، ومن اسمها جلايكو دي معناها سكر، وبروتين دي حاجه كده بروتين راكب في سكر وبيعمل وظائف مهمه في الجسم، فالبنتوزس بتدخل في السكريات اللي بتكون الجلايكوبروتينز. تمام. طيب بعد البنتوزس ما خلصت كاكزامبل وامبورتانس، ندخل على الهكسوزس. الهكسوزس معناها ايه؟ معناها مونوساكرايد فيها 6 كربون اتوم، ودي برضو بنقسمها زي ما قلنا على حسب الفانكشنال كيميكال جروب. لو هي فيها الدهايد جروب بسميها الدو هكسوزس، لو فيها كيتون جروب بسميها كيتو هكسوزس. انا عندي 3 اكزامبل على الالدو هكسوزس. اولهم الجلوكوز، الجلوكوز ده يهمني تعرفوا ان هو بيسموه سكر العنب او الجراب شوجر او سكر الدم اللي هو البلاد شوجر، او بيسموه الديكستروز. يعني ايه ديكستروز؟ يعني السكر اللي لما يمر الضوء خلاله بيحود ناحيه اليمين، ديكسترو روتاتوري، ديكسترو روتاتوري. طيب ايه حكايه انه يحود الضوء ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال؟ دي خاصيه اسمها النشاط الضوئي، هنعرفها شويه قدام، بس انتم مبدئيا اعرفوا ان الجلوكوز ده ديكستروز لان هو ديكسترو روتاتوري، يعني بيلف الضوء لما يمر خلاله ناحيه اليمين. سيبك من النقطه الثانيه النقطه الثالثه مهمه، كل المونوساكرايد اللي احنا هنقولها دي لازم الجسم يحولها لجلوكوز عشان يقدر الجسم يستفيد منها، طالما ما تحولتش الجلوكوز اذا ما لهاش لازمه في الجسم. عشان كده لما نيجي نتكلم في التمثيل الغذائي الكربوهيدرات هيكون كل كلامنا عن التمثيل الغذائي للجلوكوز، لان هو ده الصوره النهائيه لاي سكر انت بتاكله. الجلوكوز ده بيزيد في الدم في حالات مرض السكر اللي هو الدايبيتس ميليتس، لما يزيد في الدم بسميه هايبر جلايسيميا، ودي خطها في الترمينولوجي، هايبر يعني زياده، وجلاي اللي هو السكر، وايميا اللي هو الدم، وبيزيد كمان في البول فبسميه جلوكوزوريا، يعني جلوكوز في اليورين. طيب ده اول اكزامبل على الالدو هكسوزس، احنا اتفقنا هناخد 3 اكزامبل. الاكزامبل الثاني اسمه المنوز، وده بيدخل في تركيب الجلايكوبروتينز وتركيب حمض اسمه حمض السياليك او السياليك اسيد. الجلاكتوز الاكزامبل الثالث على الالدو هكسوزس، وده بيدخل في تركيب سكر اللبن الميلك شوجر اللي هو اسمه اللاكتوز. مش عايزك تعرف حاجه ثانيه عن الجلاكتوز، اهم حاجه تعرف دي اول بوليت بس، انه بيدخل في تركيب الميلك شوجر اللي هو اللاكتوز. طيب تعال نشوف الكيتو هكسوزس. الكيتو هكسوزس دي معناها كيتو، معناها فيها كيتون جروب از ا فانكشنال كيميكال جروب. هكسوزس هكسا يعني دي عباره عن مونوساكرايد فيها كام كربون اتوم؟ فيها 6 كربون اتوم. طيب المفروض هناخد وان اكزامبل بس عليها، الا وهو الفركتوز. لازم نعرف ان الفركتوز ده اسمه ليفيولوز. ليه ليفيولوز؟ لانه ليفروتاتوري. يعني ايه ليفروتاتوري؟ يعني بيلف الضوء لما يمر خلاله ناحيه الشمال كده، عكس الجلوكوز. الجلوكوز كان اسمه ديكستروز عشان ديكسترو روتاتوري، لكن الفركتوز ده هو ليفيولوز لانه ليفو روتاتوري. كمان بيتسمى بالسيمن شوجر او السكر الموجود في السائل المنوي. كمان هو السكر الاساسي الموجود في عسل النحل او البيس هاني، وموجود في الفواكه في الفروتس، ومش عايز اكتر من كده. سيبك من النقطه الاخيره دي. في موضوع اسمه الاسيمتريك كربون اتوم، يعني الكربونه المفروض يا جماعه التكافؤ بتاعها ايه؟ رباعي. فالمفروض الكربونه دي بقول عليها اسيمتريك. يعني ايه اسيمتريك؟ هو في حد بيقول، بحاول ادخل، بيقول مكتمل. This is not mine، يعني دي حاجه في
في السيستم نفسه، لأنه تقريبا انتوا كام واحد داخلين؟ عديتوا 400 اعتقد، يعني 400 وحاجه، لا 358 مكتمل. دي انا مش في ايدي يا جماعه. ايوه الداتا واقفه عند البيني توزز، عند ايه؟ عند سلايد رقم 8. انت معاك المفروض السلايد ديت ملف بي دي اف موجود عندك في البلاي ليست لما نزلتها لكم، فحضرتك امشي معايا بالبلاي ليست. لو انت مش قادر تتابع معايا، هو اللي بيحرك السلايد من عنده، كل واحد يحرك السلايد من عنده من الموبايل بتاعه. لا كل واحد يحرك السلايد من عنده، خلاص يبقى كل واحد يحرك السلايد. ماشي اوكي، معلومه مهمه. الناس اللي دخلت ومش قادر تدخل تاني، اوريدي احنا بنعمل ريكورد للمحاضره وهتنزل على البوست بتاع التيم، وممكن تشيروها بعد كده لبعض. مش ما عنديش الاوبشن ان انا ازود الدخول اكتر من كده، مش تابعي يعني. دي حاجه تبع المايكروسوفت تيم مش تبعي انا خالص. ممكن لو حد كده ايه غلط وطلع بره التاني يسمح له بالدخول، بس دي اوت اوف ماي هاند يعني مش تبعي خالص. خلاص اقفلوا المايكات لو سمحتوا زي ما كنتوا بالظبط، معلش. بالنسبه للاسيمتريك كربون اتوم، انا في سلايد رقم 12 حاليا. الاسيمتريك كربون اتوم اللي هي ذره الكربون الغير متماثله، امتى اقول عليها غير متماثله او اسيمتريك؟ لو هي بيتصل بها اربعه ديفرنت جروبس اور اتومز. ليه اربعه بالذات؟ لان الكربون ده رباعي التكافؤ. طيب لو انا لقيت فيه دبل بوند، او لقيت ان الكربونه متصله بتو سيميلر اتومز او جروب، هل تظل يبقى اسمها اسيمتريك غير متماثله؟ قال لك لا، في الحاله دي بسميها ايه؟ سيمتريك. يعني ايه سيمتريك؟ يعني متماثله. طيب هل هيفرق ان الكومباوند ده فيه اسيمتريك كربون اتوم ولا لا؟ هيفرق. لو السكر ده فيه اسيمتريك كربون اتوم بيكتسب خاصيتين، خاصيه اسمها الايزومريزم او النظائر، وخاصيه اسمها الاوبتيكال اكتيفيتي او النشاط الضوئي. ايه بقى قصه الايزومريزم؟ الايزومريزم تلقى دول اخوات لنفس الماده، ليهم نفس المولكولار فورمولا. يعني ايه نفس المولكولار فورمولا؟ يعني تلقى نفس عدد الذرات بتاعه الكربون والهيدروجين والاكسجين. احنا خدنا جنرال فورمولا بتاعه الكربوهيدرات كربون وهيدروجين واكسجين، بس تيجي تلقاها تختلف في ايه عن بعضها؟ في توزيع الذرات والمجموعات حوالين الكربون اتوم في الفراغ. ودي في منها اكزامبلز كتير، او في منها تو اكزامبل ميلي، وكل اكزامبل بيتفرع لايه لميني اكزامبل. يعني النوعين الاساسيين للايزومريزم او النظائر ممكن يكون ستراكشرال وممكن يكون ستيريو. ستراكشرال معناها ان حتى لما تيجي تكتبه في الاستراكشر بيبقى مختلف، بس في النهايه لما تيجي تجمع عدد ذرات الكربون والهيدروجين والاكسجين تلقاها نفس العدد هنا وهنا. طيب اخد لك مثال واحد على الاستراكشرال، زي مثلا بوزيشنال ايزومريزم. زي البوزيشن يعني انا عندي جلوكوز 6 فوسفيت وجلوكوز 1 فوسفيت، هما نفس الذرات والمجموعات، بس هنا الجلوكوز كتبته في الكربونه الاولى في الجلوكوز فسميته جلوكوز 1 فوسفيت، وفي الثاني كتبته في خليت الفوسفيت يمسك في الكربونه السته فكتبته جلوكوز 6 فوسفيت. ده ستراكشرال ايزومريزم. الاستيريو ايزومريزم ده بقى ما بيبقاش فيه اختلاف في الاستراكشر نفسه لما اجي اكتبه، بس بيبقى فيه اختلاف استيريو يعني في الفراغ نفسه، في ترتيب الذرات والمجموعات في السبيس في الفراغ. وفي قانون بيقول عدد الاستيريو ايزومر لاي سكر بيساوي 2 اس ان، حيث ان دي عدد الاسيمتريك كربون اتومز اللي في المولكيول. يعني لو قلت لك سؤال في الامتحان عندك الجلوكوز فيه 4 اسيمتريك كربون اتوم، يبقى اذا عدد الاستيريو ايزومر للجلوكوز هيساوي كام؟ هيبقى يساوي 2 اس 4 صح؟ 2 اس 4 بكام؟ اكتبوها في الشات. طيب ده كان بالنسبه ماشي اوكي اوكي. ما انا هجيب لك ارقام كتير، اقول لك 16 ولا 8 ولا 2 ولا 12، فانت هتختار مثلا 16 على اساس هو 2 اس 4. طيب سيبك من الاكزامبلز دي خالص، بس انتوا تعرفوا ان في ستراكشرال ايزومريزم وفي ستيريو ايزومريزم. في الستيريو ايزومريزم تعرفوا القانون بتاعها، هتقدر تطلع لي كام ستيريو ايزومر للسكر ده بناء على القانون اللي بيقول 2 اس ان، وانا اللي بدي لك الاسيمتريك كربون اتوم عددها كام في السكر ده عشان تطلع لي الاستيريو ايزومر. طبعا ملحوظه ان كل الاستراكشر اتلغت من عليكم، هي ميزه وعيب. الميزه انك انت كانت في استراكشرات معقده صراحه وبتاخد تايم في حفظها، بس عيب ان في بعض الحاجات لازم تفهمها على الاستراكشر نفسه، فمش مشكله احنا برضو بنأقلم الدنيا على بعضها فما تقلقوش يعني.
طيب احنا خلصنا الخاصيه الاولى نتيجه للاسيمتريك كربون اتوم. تعالوا ننتقل على الخاصيه الثانيه اللي هي الاوبتيكال اكتيفيتي، اللي هي ظاهره النشاط الضوئي. ودي ايه تعريفها، الديفينيشن بتاعها؟ دي قدره السكر انه يلف الضوء المار خلاله اما لليمين ناحيه الرايت، فبسميه ديكسترو روتاتوري وبرموز برامز دي سمول او بلس، او يلفه ناحيه الشمال وبسميه ليفو روتاتوري زي ال سمول او ماينس. احنا خدنا طبعا اكزامبل للديكسترو روتاتوري شوجر اللي هو الجلوكوز وسميناه حتى ديكستروز، وخدنا اكزامبل للليفو روتاتوري شوجر اللي هو الفركتوز وسميناه ليفيولوز. طيب ايه انهي ضوء؟ قال لك لازم يكون بلين بولارايزد لايت. يعني ايه بلين بولارايزد لايت؟ يعني ضوء احادي مستقطب. طيب نتيجه ايه السبب للاوبتيكال اكتيفيتي؟ ان على الاقل السكر يحتوي على الاقل على وحده اسيمتريك كربون اتوم. يعني ايه اسيمتريك؟ يعني الاربع ذرات او مجموعه اللي حواليه اللي متصلين بالكربون اتوم يبقوا مختلفين عن بعض، مش شبه بعض ولا في دبل بوند. طب ازاي اقيس النشاط الضوئي للسكر؟ عن طريق احطه في جهاز اسمه البولاريميتر او البولاريسكوب. شكله ايه الجهاز ده؟ زي ما عندكم دي لمبه اسمها صوديوم لام. الضوء العادي يا جماعه ده بتلقاه بينتشر او فايبريت في كل الدايركشن. انا عايز ضوء احادي مستقطب، ازاي احصل عليه؟ امرر الضوء العادي على بريزم او منشور، وزياده في الامان امرره في فتحه ضيقه في حائل نارو سليت، علشان احصل على حزمه واحده بس من الضوء، ما يبقاش ايه مشتت الضوء، يبقى حزمه واحده زي الخط كده. وبعد كده امرره على التيوب ديت اسمها بولاريميتر تيوب. دي بتحتوي على السكر اللي انا عايز اقيس النشاط الضوئي بتاعه، والسكر ده لازم يكون مدوبه في اي سولفنت، اي مذيب زي الميه مثلا، بحطه في الانبوبه دي وبيمر من خلال الانبوبه دي، ينتهي بعد كده ب بجراديويتد سكيل او تدريج، لا اما ناحيه فوق اللي هو البلاسات اللي هو ناحيه اليمين، لا اما عندي الزيرو لو هو ان اكتف فهي عند الزاويه زيرو، لا اما ناحيه تحت اللي هو الماينس اللي هو لو هو بيلف الضوء ناحيه الشمال اللي هو ليفروتات. طيب ايه العوامل اللي بتاثر على النشاط الضوئي لما اجي اقيس النشاط الضوئي للسكر؟ قال لك اولا نوع وتركيز الماده اللي انت عايز تقيس النشاط الضوئي، ونوع المذيب اللي انت دوبت فيه السكر ده، ونوع الضوء اللي انت استخدمته تايب اوف لايت، ودرجه الحراره اللي حطيت فيها الجهاز، وكمان طول الانبوبه نفسها البولاريميتر تيوب ديت. طيب انا ممكن ازاي استخدامات البولاريميتر او ايه اهميه ان انا النشاط الضوئي؟ قال لك انت لو عندك ماده ومش عارف هي ايه بالظبط، بحطها في جهاز البولاريميتر او بولاريسكوب، سي طلعت لك بلس 52.5. طب انا مش عارف، اروح افتح القاموس بتاعي، هل الجلوكوز الاوبتيكال اكتيفيتي بتاعته هي اللي بلس 52.5؟ اذا قدرت اعرف unknown optically active substance، ماده مجهوله بس لها نشاط ضوئي، بحطها في الجهاز واخد قراءتها وابص على القاموس بتاعي ادور مين اللي في المواد اللي فيه الاوبتيكال اكتيفيتي بالرقم ده. كمان ممكن لو ماده عايز تدرس خصائصها تقدر ايدنتيفاي whether the substance is optically active or not، هل هي ليها نشاط ضوئي ولا لا، والنشاط بتاع الضوئي ده هل هو ديكسترو ولا ليفو روتاتوري، وكمان اقدر اعرف تركيز الماده في المحلول ده بناء على معادله بقدر اجيبها. المعادله دي انا لاغيها من عليكم. المهم بيبقى فيها كل الاطراف معلومه ما عدا طرف السي اللي هو الكونسنتريشن، فبقدر احصل على اعرف الكونسنتريشن بتاعت الماده دي ايه بالظبط. طيب نيجي بعد كده للمونوساكرايد، ايه التفاعلات الكيميائيه اللي ممكن تحصل على المونوساكرايد؟ هم نوعين من التفاعلات، لا اما اكسده والناتج بتاعي بيبقى اسمه شوجر اسيد، لانه بيجي عندي سي او او اتش مجموعه الاسيد الاسيد اللي هو ايه بقى السي او او اتش اللي هو الكربوكسيليك جروب يعني، لان اعمل اختزال اللي هو ريدكشن، في الحاله ديت بيبقى الناتج اسمه شوجر الكحول لان في الكحول الجروب اللي هو سي اتش 2 او اتش. تعالوا نعرف ايه هم الشوجر اسيد وايه هم الشوجر الكحول اللي هو نواتج اكسده واختزال المونوساكرايد. نبدا ب الشوجر اسيد اللي هو البرودكت اوف اوكسيديشن اوف مونوساكرايد، وقال لك النواتج دي بتعتمد على قوه الاوكسيدايزنج ايجنت، هل هو مايلد ولا مودريت ولا سترونج اوكسيدايزنج ايجنت. لو عملت اكسده بمايلد اوكسيدايزنج ايجنت زي البرومين ووتر بيأكسد لك اول كربونه في السكر ويحولها لك للكربوكسيليك اسيد جروب، ويبقى البرودكت العام النهائي للسكر اسمه الدونيك اسيد. طب لو مودريت اوكسيدايزنج ايجنت بيأكسد الكربونه الاخيره ويديك شوجر اسيد، الاسم العام بتاعه اسمه ايه؟ يورونيك اسيد. طب لو هو سترونج اوكسيدايزنج ايجنت زي الكونسنتريتد نيتريك اسيد، ده بيأكسد لك الكربونه الاولى والاخيره ويخليها هما الاثنين عباره عن كربوكسيليك جروب، ويبقى الناتج النهائي الداريك اسيد، يبقى الدونيك لو مايل
يورونيك لو مودريت والدارك لو سترونج اوكسيدايزنج ايجنت. تعالوا نشوف كل واحد من ثلاثه دول ايه الاكزامبل اللي عليه. نبدا ب المايلد اوكسيدايزنج ايجنت اللي البرودكت العام اسمه ألدونيك اسيد، اولهم الجلوكوز لما اكسده بمايلد اوكسيدايزنج ايجنت بيديني حاجه اسمها جلوكونيك على وزن ألدونيك زي ما قلنا. طب ايه اهميه الجلوكونيك اسيد؟ ده مركب وسيط بيتكون اثناء التمثيل الغذائي للكربوهيدرات انترميديت في الكربوهيدرات ميتابوليزم، وكمان بستخدمه في الحقن الوريدي للكالسيوم. تلقى امبولات الكالسيوم في الصيدليات اسمها جلوكونات كالسيوم او كالسيوم جلوكونيت. اشمعنى؟ لانك الكالسيوم لما تديه في الوريد لو اديته مره واحده بيوقف القلب ويموت الشخص ده على طول في الحال، فانت لازم بتخففه اصلا، وفي نفس الوقت بيكون متركب على جلوكونيت او جلوكونيك اسيد علشان يحصل slow dissociation. يعني slow dissociation الكالسيوم يعني الكالسيوم يطلع بالراحة فما يوقف ليش عضلة القلب لما اديها للشخص ده. في examples تانية زي الاسكوربيك اسيد اللي هو الفيتامين سي، وده هنعرفه تفصيلا في الكيمياء بتاعت الفيتامينات. هو بيتصنع من الجلوكوز، عمره ما الانسان يقدر يصنع فيتامين سي. زي ما هنعرف ان الانسان في بكتيريا الفلورا تقدر تصنع مين الفيتامين سي، ما عدا الوحيد اللي عمره جسمك يقدر يصنعه هو ايه؟ هو الفيتامين سي. طيب والفيتامين سي ده يهمنا انك تعرفه انه هو انتي اوكسيدان مضاد للاكسده، وهنعرف يعني ايه انتي اوكسيدان ديت بعدين. نقصه اتس ديفيشنسي بيؤدي الى مرض في الانسان اسمه السكيرفي او اسقربوط، برضو هنعرفه لما نروح للكيمياء بتاعت الفيتامينات. اكزامبل الثالث السيالك اسيد، والاسم الكيميائي بتاعه اسمه ان اسيتايل نيورامينيك اسيد. والسيالك اسيد ده هتيجي سيرته في كذا مكان. اولا هو امينو شوجر. يعني ايه امينو شوجر؟ يعني سكر فيه امينو جروب. طب وهو شوجر اسيد، يعني شوجر اسيد يعني فيه الاسيد جروب اللي هي الكربوكسيليك جروب. ويعني ايه الدي اوكسي شوجر؟ يعني بدل ما المفروض انا الكربونه في السكر في المونوساكرايد احط لها في ناحيه اتش وناحيه ثانيه او اتش، جاك لو شلت الاو واصبحت فيها 2 اتش يبقى كده انا شلت الاكسجين، فكده عملت دي اوكسيديشن، يعني شلت الاكسجين دي اوكسي، شلت الاكسجين فاصبحت في الكربونه فيها 2 هيدروجين اتوم بس، بدل ما كان فيها اتش او اتش بقى فيها اتش و اتش بس. فاذا ده بيبقى الاكزامبل، يعني السكر ده اسمه دي اوكسي شوجر، سكر منزوع الاكسجين. فالسياليك اسيد برضه اكزامبل الدي اوكسي شوجر. فاحنا لما نيجي ناخد الثلاث حاجات دول بنجيب سيره السياليك اسيد. طب ايه اهميته؟ بيدخل في الاستراكشر بتاع الجلايكوبروتينز والجلايكوليبيد. يعني ايه جلايكوبروتينز وجلايكوليبيد؟ يعني دي بروتينات مرتبطه بالسكريات اللي هي الجلايكوبروتين، وبروتينات مرتبطه بالدهون اللي هي جلايكوليبيد. ليبيد معناها دهون وجلايكو يعني سكر. طيب الاكزامبل الاذر اكزامبل زي من الجلاكتوز، يبقى اسمه جلاكتونيك اسيد على وزن الدونيك اسيد. الجليسر الدهايد يبقى جليستريك اسيد. طيب دي احنا خلصنا لو مايلد اوكسيدايزنج ايجنت. لمودريت زي الهيدروجين بيروكسيد والدايلوتد نيتريك اسيد، زي ما قلنا بيأكسد اخر كربونه ويدينا يورونيك اسيد. الاكزامبلز زي ايه؟ زي الجلوكوز يبقى جلوك يورونيك اسيد. طب ايه اهميه الجلوك يورونيك اسيد؟ الاهميه بتاعته ان هو والإبيمار بتاعه اللي اسمه الإديورونيك أسيد بيدخلوا في التركيب بتاع السكريات المتعددة اللي هي الميوكوبوليساكرايد، وهنشوفها بعد شوية. كمان بتستخدم في تفاعلات إزالة السمية بالإقتران اللي هو ديتوكسيكيشن رياكشن باي كونجيجيشن، لأي مادة في الجسم عايز أشيلها زي الاستيرويد زي البيليروبين زي الأدوية دراجز زي التوكسين. فدي أهمية الجلوك يورونيك أسيد. الإكزامبل التاني جلاكتو يورونيك على وزن يورونيك أسيد برضو من الجلاكتوز، وده بيدخل في البلانت جامز او اللي هو الصمغ العربي والبيكتين. البيكتين ده اللي هو موجود في المربى او الجامز. طيب كمان في اذر اكزامبلز، ما فيش اذر اكزامبل. نيجي نشوف لو اكسد باستخدام سترونج اوكسيدايزنج ايجنت زي الحمض النيتريك المركز او كونسنتريتد نيتريك اسيد، ده بيروح ياكسد لي اول واخر كربونه ويدينا الداريك اسيد. احنا عندنا تو اكزامبل كده بساط، الجلوكوز والجلاكتوز. الجلوكوز يبقى يديني برودكت بتاعه اسمه جلوكاريك اسيد على وزن الداريك اسيد، والاسم الثاني ليه اسمه سكاريك اسيد وده ووتر سوليبل، بينما الجلاكتوز يديك جلاكتاريك اسيد او ميوسيك اسيد وده ووتر انسوليبل. كده خلصنا بالشوجر اسيد يا جماعه بالاكزامبلز بتاعتها وبالاهميه بتاعت كل واحد فيهم. الشوجر الكحول اللي هو بتيجي نواتج الريدكشن بتاعه المونوساكرايد باستخدام الصوديوم امالجام وحمض الكبريتيكا او H2SO4 والهيدروجين.
البرودكت بتاع الشجر الكحول بقى اديني اكزامبل عليها. نبدا بقى بالجليسر الدهايد. الجليسر الدهايد ده ده احد الترايوزس الالدوترايوزس اللي هو السكريات الثلاثيه فيها 3 كربون اتوم وفي الدهايد جروب كفانكشنال كيميكال جروب. انا خدته اكزامبل كشجر اسيد دينا جليسريك اسيد, بس هنا كشجر الكحول دينا الجليسرول. الجليسرول ده اللي في الصيدليات ده اللي بيشتروه للترطيب بتاع الجلد, وزي ما اقول لك هو بيدخل في الاستراكشر بتاع الليبيد اللي هو الدهون والكريمات والمتفجرات الاكسبلوسيف. الريبوز ده لما اعمل له ريدكشن لشجر الكحول يدينا ريبيتول, والريبيتول ده زي ما هنعرف ده بيدخل في الاستراكشر بتاع فيتامين بي 2 اللي هو الرايبوفلافين. كمان عندك الجلوكوز لما اعمل له ريدكشن يديك سوربيتول, وده بيدخل في الصناعات الدوائيه او الميديكال اندستريز. كمان المنوز لما اعمل له ريدكشن يدينا مانيتول, وده ليه وظيفتين مهمين خالص خالص خالص. اول وظيفه ان هو بيستخدم في الحقن الوريدي او انترافينوسلي عشان يقلل الضغط الدماغي او الانتراكرينيال هايبرتنشن لو واحد حصل له التهاب سحائي من انجايتس, او حصل له نزيف في المخ سيريبرال هيموريج, او جلطه في المخ وثرومبوزس, او عنده ورم في المخ. فهو حتى تلقاه دايما المانيتول ده موجود في الاستقبال بتاع المستشفيات. لو حد عمل حادثه قدر الله والحادثه دي كانت اصابت مخه, لازم على طول اعمل له اركب له المانيتول ده. مش كده وبس, ده ليجو ان اللي بياخد المانيتول ده بيبقى عايز يعمل حمام ميه على طول, لانه بيزود بيخلي الكلى تنشط كده وتعمل يورينيشن. فقال لك استخدموه للكشف عن وظيفه الكلى ككدني فانكشن تيست. طيب ايه تاني كاكزامبل للشجر الكحول؟ الانزيتول, وده بيجي من الجلوكوز. الانزيتول ده يا جماعه ده فيه 6 او اتش, 6 او اتش يعني هيكسا هيدريك الكحول, وفي منه يجي 14 نوع, 14 ايزومر. موجود فين؟ بره الجسم, موجود في الرده اللي هي بتاعه العيش دي اللي هي بيسموها القشره الخارجيه للحبوب او الاوتر كوت اوف سيريل, وجوه الجسم موجود في العضلات وفي القلب, حتى بيسموه سكر العضلات او المسل شوجر. اي احمد الشاذلي اعملي ميوت للمايك بتاعك. آية أحمد الشاذلي اعملي ميوت المايك بتاعك. طيب كمان الإنزيتول ده يعتبر أحد الفيتامين بي كومبلكس, أحد أعضاء فيتامين بي, يعني يعتبر فيتامين يعني. ومش كده وبس, ده مهم, بيدخل في تصنيع الفوسفوليبيد, ودي دهون فيها فوسفيت جروب, هناخدها برضو لما ندرس الكيمياء بتاعت الدهون. حاجة اسمها فوسفاتيدايل إنزيتول, وزي ما نعرف ده أحد ده بيمديت الهرمون الاكشن لانه اكت السكند ماسنجر, يعني بيشتغل كرسول تاني عشان الهرمونات تؤدي وظيفتها في الخلايا. طيب في اذر شجر الكحول, الفركتوز ده عم تدي ريدكشن يديك سوربيتول او مانيتول, مش الاثنين مع بعض, لان بجيبها لكم ام سي كيو, مش سوربيتول اند مانيتول, لا سوربيتول اور مانيتول. الجالاكتوز بيدينا دولسيتول, هو الجالاسيتول. الامين شوجر او الشوجر امينز, انا ملاحظ ان في ناس يعني من اللي انتوا طبعا معظمكم كويسين اكيد مما لا شك يعني, بس واضح ان في كم واحد كده ايه حاضر كده يعني وبيحكي بعد كده او بيعمل اي حاجه تانية. طب إيه اطلع انت واسمع الريكورد بعدين في الوقت المناسب ليك, ولو واحد زميل ليك عايز يسمع دي الزهراء احمد مراد ابو القاسم. الزهراء احمد مراد ابو القاسم. ما انا فاهم بالشبان يا دكتور. الامينو شجر او الشجر امينز ديت ايه معناها؟ معناها ان انا بعمل ريبليسمنت للاو اتش. واضح ان فيكم ناس ان شاء الله دي, بس لما يعني هعصرها ان شاء الله بس مش دلوقتي يعني, اعرفها بالتدريس. نعم يا محمد يا احمد مرتضى. دكتور معلش انت ممكن تعمل ميوت للكل من عندك؟ بعمل ميوت للكل, بعمل بس برضو بيتشال المايك, انا بعمل كده على طول. ما عليك, ماشي شكرا. طيب الامينو شجر او الشجر امينز ان انا بعمل ريبليسمنت للاو اتش الموجوده في الاستراكشر بتاع المونوساكرايد, واحنا قلنا الاستراكشر بتاع المونوساكرايد مش عليكم,
ببدلها بمجموعة أمينو جروب، عشان كده سموها أمينو شوجر، واسم الدرع بتاعها شوجر أمين. طب إيه الإكزامبل؟ عندك تو إكزامبل مهمين خالص، على الجلوكوز والجلاكتوز. الجلوكوز يبقى اسمه جلوكوز أمين، وعلشان هو موجود في الهيكل الخارجي للقشريات، في انتو حشرات كده لما تدوس عليها تقطب كده فيها مادة اسمها كايتين. كايتين دي غنية بالجلوكوز أمين، عشان كده بيسموا الجلوكوز أمين بالكايتوز أمين، لأن هو عبارة عن جلوكوز أمين وبس. الجلوكوز أمين ده ممكن أضيف له أسيتايل جروب فيبقى أسيتايليتد، وممكن أضيف له سلفيت جروب فيبقى سلفيتد. إيه أهمية الجلوكوز أمين؟ بيدخل في التركيب بتاع الهيكل الخارجي للحشرات اللي هو الكايتين ده اللي بيطقطق لما تدوس على الحشره نفسها، عشان كده اسمه كايتوز امين. وبيدخل في الاستراكشر بتاع السكريات المتعدده الميوكوبولي ساكرايد زي الهياليورونيك اسيد وزي الهيبارين. نيجي بعد كده للاكزامبل الثاني اللي هو الجلاكتوز، يبقى اسمه جلاكتوز امين، وده موجود في احد السكريات المتعدده اللي اسمه كوندرواتين سلفيت. فعشان كده الاسم الثاني للجلاكتوز امين اسمه كوندروزامين، يعني الجلوكوز اسمه كايتوز امين، الجلوكوز امين اسمه كايتوز امين لانه موجود في الكايتين، والجلاكتوزامين اسمه كوندروزامين لانه موجود في الكوندرواتين سلفيت. برضو نفس الحكايه، ممكن يبقى اسيتايليتد ممكن يبقى سلفيتد. اهميته ان هو بيدخل في تركيب السكريات المتعدده اللي هي الميوكوبولي ساكرايد زي الكوندرواتين سلفيت. في بعد كده اذر شوجر امين زي المانوزامين، ده بيدخل في تركيب المضادات الحيويه، وزي سالك اسيد لو تفتكروا قلت لكم ده احنا هنجيب سيرته في الشوجر اسيد والامينو شوجر والديوكسي شوجر. فاحنا بنتكلم حاليا في الامينو شوجر، عشان كده جبنا سيره الشوجر السيالك اسيد. يبقى انت كده عندك اربعه اكزامبل على الشوجر اسيد. الديوكسي شوجر يا جماعه اللي هو سكر شلت منه اكسجين، بس على انهي مستوى؟ على انهي ذره؟ ممكن يكون على ذره الكربون الثانيه فيديني الديوكسي شوجر بروبر، يعني ديوكسي شوجر اصلي كده اللي هو العام اللي هو المعتاد. ده ممكن يحصل على الريبوز لو شلت منه اكسجين من الكربون الثانيه، يدينا 2 ديوكسي ريبوز. وده اللي بيدخل في الديوكسي ريبونيوكليك اسيد ستراكشر في تركيب الدي ان ايه. يعني كمان الجلوكوزاي لو شلت منها اكسجين من الكربونه الثانيه يبقى اسمها 2 ديوكسي جلوكوز، وده بستخدمه شبيه الجلوكوز عشان اضحك على خلايا السرطان، عشان تيجي تاخده بدل الجلوكوز بس ما تعرفش تاكسده وتحصل منه على طاقه فتموت، فيعتبر علاج كيماوي للسرطان بالثيرابيوتيك انتي كانسر كيمو ثيرابيوتيك ايجنت. طيب لو انا بقى شلت الاكسجين على مستوى الكربونه السادسه من السكر ده بيديني حاجه اسمها ميثايل بنتوزس، بيدي حاجه اسمها ميثايل بنتوزس. انا بعمل ميوت عادي على فكره، يعني في فتره كده بعمل ميوت ثانيه وارجع تاني، يعني مفيش مشاكل. الميثايل الديوكسي شوجر ديت لو على مستوى الكربون السته بتديني ميثايل بنتوز. يعني ايه ميثايل بنتوز؟ بنتوز يعني سكر خماسي، والكربونه الاخيره كانت عباره عن الكحول الجروب اللي هي CH2OH، شلت الاكسجين منها فالاثنين اتش ضمت على اتش بيجي CH3 فبيجت ميثايل جروب، فيبقى البرودكت اسمه ميثايل بنتوز. يعني كربونة الستة فصلتها فبيجي اسمه مسايل بنتوز، وده بيحصل في الجلاكتوز والمنوز. الجلاكتوز يدينا فيوكوز والمنوز يدينا رامنوز كإكزامبل للديوكسي شوجر، وهما الاثنين بيدخلوا في الاستراكشر بتاع الجلايكوبروتينز. ممكن يحصل على مستوى الكربونة الثالثة زي ما حصل في السيالك أسيد. طيب في حد طلعني؟ طب وانا ما اعرفش مين طلعك. احنا كده خلصنا المونوساكاريد او السكريات الاحاديه، ندخل على السكريات. المفروض مجموعه الاولجوساكاريد، يبقى المونوساكاريد يا جماعه عرفنا الكلاسيفيكيشن بتاعتها، سواء على حسب عدد ذرات الكربون، لو 2 باي بايوزس كريوزس تتروزس بنتوزس هكسوزس، وخدنا فيها البنتوزس والهكسوزس كاكزامبل، ودخلنا بعد كده درسنا يعني ايه سيمتريك كربون اتوم والاوبتيكال اكتيفيتي والايزوموريزم، وبعد كده خدنا الخصائص الكيميائيه للمونوساكاريد سواء متمثله في الشوجر اسيد او الشوجر الكحول او الديوكسي شوجر او الامينو شوجر. كده المونوساكاريد خلصت كاول مجموعه من السكريات. المجموعه الثانيه الاوليجو اللي هي من 2 ل 10، بس لو تفتكروا انا قلت لكم هناخد اللي هو السكريات الثنائيه بس كاكزامبل ليها، اللي هي الدايساكاريد. تمام، الدايساكاريد دي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 مونوساكاريد مرتبطين برابطه جلايكوزيديه، وبرده رجعوا قسموها تاني على حسب الفانكشنال كيميكال جروب بتاعتها موجوده بطريقه حره
اللي هي سواء الالدهيد او الكوتين جروب مش داخله في الرابطه، ما انت في اتنين مونوساكرايد مرتبطين ببعض، لو مش ضمنهم الفانكشنال كيميكال جروب يعني معنى كده السكر ده فيه فري الدهيد او كيتون جروب، فيدي للسكر خواص اختزاليه بسميها ريديوسينج داي ساكرايد، حتى من تعريفها دي كونتين فري الدهيد او كيتون جروب، فتخلي السكر ليه خواص اختزاليه او ريديوسينج بروبرتيز. والاكزامبل عندك اربع اكزامبل، المالتوز والايزومالتوز واللاكتوز والسيلوبايوز. اما لو ان احد الكربونات بتاعه الفانكشنال كيميكال جروب دخلت في تكوين الرابطه ما بين التو مونوساكرايد فاصبحوا غير حرين، يعني لو اثنين سوري دخلوا، ما ممكن واحده تدخل والثانيه تفضل حره فتزال تحت قائمه ريديوسينج داي ساكرايد، لكن لو الاثنين دخلوا في تكوين الرابطه بسميهم نون ريديوسينج داي ساكرايد، ودول الاكزامبل ليهم هم السكروز والتريهالوز. احنا هندرس من الريديوسينج داي ساكرايد اول ثلاثه بس، ومالتوز وايزومالتوز ولاكتوز، وتقريبا تفصيلا هندرس اللاكتوز، لكن المالتوز وايزومالتوز هناخده سريعا. السيلوبايوز تعرفوه كاسم بس، ومن المجموعه بتاعه النون ريدوسينج داي ساكرايد هندرس السكروز فقط، مش هندرس التريهالوز، لكن تعرفوا اسمه عشان اسئله الام سي كيو. نيجي للريدوسينج داي ساكرايد، اولها المالتوز واسمه سكر الشعير او المالت شوجر. انا يهمني ان هو عباره عن ايه، عباره عن 2 الفا جلوكوز، والرابطه ما بين الكربونه الاولى في الجلوكوزايه الاولانيه والكربونه الرابعه في الجلوكوزايه الثانيه. خلاص، ما نخلي بالك انا عندي الجلوكوز ده سكر سداسي هكسوزيس، فعندي 2 جلوكوز، الرابطه ما بين ايه، الكربونه الاولى بتاعه الجلوكوزايه الاولانيه والرابعه بتاعه الجلوكوزايه الثانيه. مش عايز اكتر من الكلام ده، السطر ده فقط. نيجي للنوع الاكزامبل الثاني، الايزومالتوز، برضو 2 الفا جلوكوز، وهو ايزومر للمالتوز، بس اختلفوا فين يا جماعه، في الرابطه الاولاني كان بين 1 و4، ده 1 و6، يعني بين الكربونه الاولى في الجلوكوزايه الاولانيه والكربونه السادسه في الجلوكوزايه الثانيه، مش عايز اكتر من كده. نيجي لللاكتوز بقى، هو ده اللي عايزينه تفصيلا، اللي هو بيسموه سكر اللبن، وهو عباره عن جلاكتوز وجلوكوز. الرابطه الاولى في جلاكتوز وجلوكوز، الرابطه الكربونه الاولى في الجلاكتوز تمسك في الرابعه بتاعه الجلوكوز، دي الرابطه ما بينهم. طيب هو السكر موجود في اللبن وفي خواص ان هو نون فيرمنتابل. يعني ايه نون فيرمنتابل؟ يعني غير قابل للتخمر، ودي حاجه كويسه لان نواتج التخمر دي بتبقى غازات زي ثاني اكسيد الكربون والهيدروجين، وهنعرف ايه مساوئها بعدين، بس هو اعرفه ان هو نون فيرمنتابل. طب السؤال، ايه اللي بيخليه نون فيرمنتابل؟ ان الانزيم اللي بيخمره مش موجود في خلايا الخميره في اليست سيل، لان اللي بيخمر الشيء خلايا الخميره ما فيهاش اللاكتيز انزيم، ودي ميزه هنعرفها ليه. باقي بقى الداي ساكرايد دي فيرمنتابل، عشان كده وحشه، هنشوف ايه القصه بتاعته. ليه اللاكتوز ربنا خلقه في اللبن؟ لان اللبن ده هو المين نيوتريانت. احمد فكري، محمد خير، معلش حكايه هي يعني ايه 2 الفا جلوكوز والفا 1 دي وكده؟ بص، الالفا والبيتا والدي والال دي كلها تبع الايزومريزم، ودي خاصه بالتركيب الكيميائي بتاع المونوساكرايد اللي احنا حذفناه من عليكم، فانا ما يهمنيش الفا ولا مش الفا ولا ال ولا دي، ما يهمنيش، يهمني بس تعرف الرابطه ما بين الكربون الكام والكربون الكام بس. اوكي، شيل بقى ريزنج هاند دي عشان اكمل. ماشي، اللاكتوز ربنا كسكر خلقه في اللبن، لان اللبن ده هو الطعام الاساسي للبيبي، وخاصه في اول 4 شهور من حياته. قال لك ان هو اقل درجه حلاوه كسكر، ليست سويت شوجر، وبالتالي البيبي ممكن ياخد كميات كبيره من غير ما يفقد الابيتايت بتاعته. في نفس الوقت زي ما قلنا هو نون فيرمنتابل، فبالتالي مش بيحصل له تخمر، وبالتالي ما فيش غازات، وبالتالي مش هيعمل لي انتفاخات في البيبي اللي هي ديستنشن، ولا مغص اللي هو الكوليك. كمان ليه لاكساتيف افكت، تاثير ملين. يعني ملين؟ يعني ما يحصلش امساك، بريفنت الكونستيبيشن، وفي نفس الوقت مش بيهيج المعده، ما بيعملش ريتيشن للمعده، وبالتالي ما يحصلش ترجيع او فومتنج. هو سهل الهضم، ايزي دايجستبل، وكمان اللاكتوز ده بيساعد على امتصاص المعادن الموجوده في اللبن، المينرالز اللي في الميلك، وخاصة اسمه ايه ده، الكالسيوم والفوسفور، اللي الجسم بيحتاجهم للبيبي. يا جماعة ميوت لو سمحتوا، لو سمحتوا ميوت. الكالسيوم يا دكتور،
هو بيساعد على امتصاص المينرالز المعادن الموجوده في اللبن زي الكالسيوم والفوسفورس، والكالسيوم والفوسفورس ده مهمين للبيبي علشان عمليه التسنين وتكوين العظام والمشي والحبيه والكلام ده. مش كده وبس، ده في جزء منه بيبقى ان ابزوربد، ما بيحصلوش امتصاص، وبيبقى غذاء بتتغذى عليه البكتيريا النافعه بتاعه الجسم اللي هو اللارج انتستاينال بكتيريا، اللي هي بتكون لي مجموعه من الفيتامينات اللي بتفيد البيبي. دخلتي والله يا جماعه ما قلتليش، شايفين سامعين كل حاجة ديكم اهو. طيب الانابزوربت شوجر ده بيبقى غذاء للبكتيريا النافعة في الجسم، علشان البكتيريا دي بتكون مجموعة من الفيتامينات المهمة للبيبي وخاصة فيتامين كي. نيجي بعد كده للكروز كإكزامبل للنون ريديوسينج دايساكرايد، بيسموه سكر العلب او سكر البنجر كان او بيت شوجر. سكر السكر بنحل بيه الشاي ده اسمه سكروز على فكرة، خلاص. طب بيتكون من ايه؟ هو ليه نون ريديوسينج؟ هو بيتكون من جلوكوز وفركتوز، بس الرابطه ما بين الكربونه الاولى بتاعه الجلوكوز اللي هي الالدهايد جروب والكربونه الثانيه بتاعه الفركتوز اللي هي الكيتو جروب، فارتبطوا مع بعض، فكده ما فيش فري كيتون او الدهايد جروب، فيبقى كده نون ريديوسينج. السكروز ده طلع ان هو لما يحطوه في جهاز النشاط الضوئي يا جماعه دينا بركات احمد او دون دينا بركات احمد نعم سامعني سامعني مالو دينا بركات احمد دينا بركات احمد اعملي ميوت يا دينا لو سمحت يا دكتور نعم حضرتك تقدر تعمل ميوت للكل من السبب نعم ما انا بعمل ايوه مين اللي عليك عملنا ميوت ما بعمل ميوت او بيكفل كله بعد كده بيرجع تاني ما علم طيب اهو لا حضرتك تقفل تقدر تقفل المايكات خالص بحيث ما حدش يتكلم من السيتنج الميتنج اوبشنز في اوبشن من تحت خالص اسمه اللو اتنتو ان ميوت نو صح ايوه بالظبط كده طب ما انا عامله يا ولد برضو ما بيأثرش فيه لا ازاي حضرتك اخليه يس قصدك مش كده اه تفعلت فعلناه ماشي اوكي ان شاء الله ما اسمعش نفس كل تاني يا مسهل طيب السكروز السكروز ده ليجيو هو ديكستر تاتري شوجر لما تحط السكر السكروز ده في جهاز النشاط الضوئي تلقاه بيلف الضوء ناحيه اليمين يعني ديكستر تاتري بس ليجيو حاجه تانية لما اجي اكسر الرابطه ديت اللي ما بين الجلوكوز والفركتوز سواء اكسرها بانزيم اسمه السكريز او اضيف ال HCL قال لك ويفكوا عن بعض يبقى فري جلوكوز وفري فركتوز وارجع احط البرودكت بتاع التفاعل ده مره ثاني في جهاز النشاط الضوئي الجا بجليف روتاتور اتعكس بقى بيلف الضوء ناحيه الشمال فسروها ازاي قال لك والله اصل لما اتفصلوا عن بعض الفركتوز اصلا ليف روتاتوري بمقدار ماينس 92.5 درجه بينما الجلوكوز ده ديكستر روتاتوري بمقدار 52.5 درجه مين اقوى من الثاني الفركتوز فالليفر روتاتوري باور بتاع الفركتوز لغت لي الديكستر روتاتوري باور بتاعه الجلوكوز بس امتى لما فكيت الرابطه ما بينهم بيجوا فري جلوكوز وفري فركتوز عشان كده سموا الناتج بعد ما ضفت انا الانزيم او الاتش سي ال البرودكت ده سموه السكر المعكوس او الانفيرت شوجر ليه انفيرت لان حصل انفيرشن او عكس في الاوبتيكال اكتيفيتي قبل الانزيم غير عن بعد الانزيم وسموا الانزيم ده بالانزيم العاكس او الانفرتيز وكده انا لازم اقارن ما بين السكروز والانفيرت شوجر الاثنين مش واحد الانفيرت شوجر ده البرودكت بتاع تكسير السكروز لكن السكروز مش هو الانفيرت ده في فروق شاسعه ما بينهم في الجدول اللي عندكم في السلايد ده اولا السكروز ايه الاسماء الاخرى ليه اسمه الكان شوجر او التيبل شوجر او البيت شوجر يعني سكر العلب او سكر المائده المجدي بنحطه على السفره مثلا بتفطر او كده او لو في ضيف جالك او سكر البنجر البيت شوجر بينما الانفيرت شوجر ده موجود في عسل النحل اللي هو البيت البيس هاني شوجر طيب السكروز الفرق بين الاثنين كتركيب كيميائي السكروز عباره عن جلوكوز وفركتوز ومرتبطين ببعض بالكربونه الاولى بتاعه الجلوكوز ماسكه في الثانيه بتاعه الفركتوز اوكي بينما الانفيرت شوجر ده عباره عن ايه equal mixture of وضيف لي كلمه free
فري جلوكوز وفري فركتوز زي ما اتفقنا، ما لكمش دعوه بالالفا والبيتا الرموز المكتوبه دي لان دي خاصه بالاستراكشر، والاستراكشر مش عليكم خلاص. يبقى انا انفيرت شوجر. طب لو قلت لك ازاي تحصل على الانفيرت شوجر، هتقول لي ببساطه ان انا احط السكريز انزيم او الاتش سي ال على السكروز. هقول لك قول لي طريقه ثالثه تكون سيمبل من غير ما اجيب سكروز على طول، تقول لي اوزن كميه متساويه من الجلوكوز على كميه متساويه من الفركتوز واخلطهم على بعض. ما هي دي فري فري جلوكوز مع فري فركتوز. طيب الاوبتيكال اكتيفيتي، السكروز ده ديكستر روتاتوري يعني بيلف الضوء ناحيه اليمين، بينما الانفيرت شوجر بيلف الضوء ناحيه الشمال. نتيجه لاني في لو تتخيلوا في السكروز كده هو نون ريديوسينج، طب الانفيرت شوجر بيجر ريديوسينج ولا لا؟ بيجر ريديوسينج. ليه؟ لان الكارب التو كيميكال جروبز اللي هو الالدايد وكيتون جروب كانوا داخلين في تكوين الرابطه في حاله السكروز، فكانوا مرتبطين، فما فيش فري الدايد اور كيتون جروب، فساعتها بيبقى نون ريديوسينج. انا فكيتهم عن بعض فبيجي عندي الجلوكوز قاعد حر مع بالفري الدايد جروب بتاعته لان هو الدو هيكسوز، والفركتوز قاعد حر بالفري كيتون جروب بتاعته لان هو كيتو هيكسوز، فاصبح هنا ريديوسينج. فكلمه ان انا كده خليت الانفيرت شوجر ده ريديوسينج ترتب عليه بعض الخصائص الكيميائيه بالايجاب، زي ان يبقى فيه الفا وبيتا فورم، يبقى فيه ميوتا روتيشن اللي هو تغير مؤقت في النشاط الضوئي، يبقى ليه ريديوسينج بروبرتيز، ويبقى فيه اوزازون تيست. ايه حكايه الاوزازون ديت؟ ده اختبار بيديني كريستالات كده للسكر، يبقى يعني يبقى على هيئه شكل كريستالات تحت الميكروسكوب لو هو ليه ريديوسينج بروبرتيز. هتلقوا الاربع بوينت دول في ناحيه السكروز ابسنت 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 ابسنت. ليه؟ لان ما فيهوش فري الدايد اور كيتون جروب. طيب اخر حاجه الدايجيشن، السكروز ده داي ساكرايد فاذا قابل ان يحصل له دايجيشن، لكن الانفيرت شوجر ده اتنين مونو ساكرايد فاصلين عن بعض فما اقدرش اعمل له دايجيشن. تمام. دي اسئله كده شورت ايسي هتحلوها بعدين، لكن انا يهمني لو حد في الشات كده تكتبوا اجابه اول سؤال ده يختار ياخد ايه ولا بي ولا سي ولا دي. يلا يا شاطرين يلا، ها هناخد خمس دقائق كده اسئله وبعد كده ناخد ريست خمس دقائق وندخل بعد كده على المحاضره الثانيه. بسمه زين العابدين. نعم يا بسمه. ها لا 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 هي واحده بس تتكلم. بسمه عايزه ايه؟ طيب يفضل بقى ايه يتكتب. بصوا يا جماعه انا ببص على الشات دلوقتي، ببص على الشات. السؤال عندكم واكتبوا الاجابات. جلوكوز از، برافو يا معتصم، برافو يا نورهان، دول اول اتنين جاوبوا. خلاص هقلب على السؤال اللي بعده. ماشي احمد عبد الله وياسين برافو عليكم. بصوا اسمعوا كلامي كده ستوب، برافو عليكم. اللي كاتب ايه ده غلط، حامد جابر غلط، الجلوكوز يا ابني ده الدو هيكسوز بس كده ستوب. وبصوا السؤال اللي بعده، خلاص السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول الاسيمتريك كربون اتوم بعتبرها امتى اسيمتريك، اختاروا اوبشن من دول. برافو يا محمد يا نادر، هتفلح انت، هتطلع الاول على الدفعه شكلك، لانه ما اهتمش بكتر الكلام اللي في السلايد وبص على التارجت على طول. ماشي لما يبقى فيها اربعه ديفرنت كونستيتوانت يعني اربع حاجات مختلفين. السؤال الثالث، السؤال الثالث هيدروليسيس اوف سكروز ييلد ايه بقى، اختاروا ايه ولا بي ولا سي ولا دي. مش عايز يا جماعه لو سمحتوا ميوت، الله يكرمكم ميوت. يعني لما كسر السكروز يا جماعه يديني ايه وايه. برافو عليكم، برافو، يدينا جلوكوز وفركتوز. السؤال الرابع، لاكتوز اسمه ايه اللاكتوز؟ برافو يا معاذ، برافو يا سامح، شاطر يا سهيلة. اقفلوا المايك، الله يكرمكم اقفلوا المايك، لو عايزين تستفيدوا اقفلوا المايك. ماشي السؤال الاخير يا جماعه عشان هعمل ريست بعد كده. example of بنتوز is ايه ده ما شاء الله عليكم، شاطر يا محمد يا سعد سدان سدان ما اعرفش سدان. ماشي اوكي ماشي شاطرين، برافو عليكم.
طيب احنا خلاص خلصنا المحاضره الاولى والحمد لله فاضل 4 دقائق. احنا ناخد ريست. انا بس ثانيه واحده هقفل الريكورد عشان يتسيف عندكم. هقفل الريكورد الاول. ستوب ريكورد.